أهلا بيكم في كايرو جاردن، قناة الزراعة المنزلية. لو أنت بتحب الزراعة ومتابعة النباتات، اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. النهاردة هاخدكم في جولة في الجنينة بتاعتي، أقول لكم إيه الجديد. اللي انتوا شفتوه على الحيطة ده أو على السور ده الكليماتس اللي وريته لكم دلوقتي طلع ورد، والوردة الموف اللي قدامكم دي الأيرس. الأيرس دي بتطلع بس بعد الشتاء في الربيع، وزي ما انتم شايفين اهي بدات البادز اهي بتاعتها او بدات تطلع يعني الورد اهي وتجهز. انا دلوقتي بدات اهتم بالجزء الشمال ده من الجنينه، وفاكرين دي الفورسيسيا اللي كانت مطلعه الورد الاصفر الجميل. طبعا لو انت مش متابع ارجع الفيديوهات اللي قبل كده اتفرج على الجولات بتاعتي. بصوا اهي بدات تطلع اهي زرع اخضر، ده معناه ان خلاص قربت، والورق الاخضر الكتير ده الفوشيا. كل ده نتمنى ان هو يطلع ورد عشان انا ما كنتش مهتم بالجنب الشمال. في الشاليات الصغيرة دي في نعناع اهو، النعناع ده طالع كويس قوي، وجنبه فاكرين الحاجات اللي زرعناها من البذور، هحط لكم لينك بتاع زراعة البذور دلوقتي على الشاشة. ده الخرشوف زرعه من بذرة، دلوقتي نقلته اهو لشالية كبيرة، وزي ما انتم شايفين الشالية الكرتون دي بسيبها بالظبط زي ما هي في الارض، هي المفروض بتتحلل من المية يعني انا مش قلقان عليها. وده زي ما انتم شايفين ده الكرنبيط برضو اللي زرعناه من بذرة مع بعض. وكل الشاليات دي انا حاططها هنا علشان طبعا زي ما انتم شايفين بتدي منظر جمالي. وبصوا الايسر بقى شكلها جميل ازاي واحمر وممتازة، دلوقتي طلعت اهي ورق، لو شفته قبل كده ما كانش فيها ورق. وهنا زارع بطاطس، بصوا البطاطس انا زارعها في اكياس بلاستيك كبيرة، وببدأ ازودها تربة كل ما الورق ده يكتر. يعني انا بدات وهي متطبقه خالص، ودلوقتي اهو بصوا عاملين اطولها واحط لها تربه. التربه ده تربه عاديه يعني كومبوست وبيرلايت وشويه سماد. دي الهشيره اللي عندي اللي هناك اللي في الناحيه الثانيه شايفينها الصفرة، اخدت منها اجزاء كتير قوي وزرعتها. طبعا انتشرت في الجنينه بتاعتي، عمال اخد منها اجزاء. ودي البطاطس الثانيه اهي، بصوا الورق بتاعها جميل ازاي. وبرضه اتمنى ان هي تطلع السنه دي عشان ما طلعتش معايا السنه اللي فاتت، فزارع منها كتير علشان الاحتمالات تكتر. وده البقدونس اهو بتاعي، شكله جميل اهو طالع ما فيهوش مشكله، بس طبعا الجو لسه برد شويه. الناحيه الثانيه دي بقى المفروض بنقل فيها الزرع. يمكن ما وريتلكوش قبل كده الجزء ده، الجزء اللي هو ورا الجنره اللي هي ورقها كبير، وانا بصراحه بستخدم الجنره ديت عشان اخبي الجزء الصغير اللي تحت. بصوا الفول اهو بدا يطلع، بصراحة الفول كان ممتاز، استحمل فصل الشتاء كله وكان ممتاز. انا هستنى عليه شوية لغاية لما الحبات بتاعت الفول تكبر. وده بصل، ودول الخرشوف اللي انا زرعه من بذرة، ودي واحدة فول تانية زرعها برضو علشان لما التانية اللي هي اللي قدامها بتاعت الفول الكبيرة دي تخلص او تموت نبدأ دي تزرع على طول. هنا انا بعمل تجربة، شايفين الصغير ده دي بطاطس انا زرعها على وش التربة كده تجربة، هشوف هتطلع بشكل كويس ولا لا. واللي قدامكم ده توم برضو زرعه من بذور. هنا انا جبت شجرة ما وريتهالكوش بس هوريهالكم، هعمل فيديو كامل عنها، هي شجرة برقوق. اول مرة جربها بصراحة وجبتها هي خشب خالص، ودي احسن فترة تشتري فيها النبات وهو مش مطلع ورد، على عكس طبعا الناس اللي بيبيعوا الشجر اللي مطلع ورد. وهحكي لكم عنها بس لما تبدا تكبر شويه. الجزء ده زي ما انتم شايفين فيه اخرام كتير بني كده، ده انا بحاول اشيل بس اللي هي الحشائش اللي بتطلع المتطفله يعني في النجيله، عشان بحاول اخلي النجيله تبقى كلها خضراء. فبدات اشيل بس الحشائش وزرعت مكانها بذور نجيله وسايبها ومحوطها بالشليات عشان ما ادوسش عليها. الجزء اللي متغطي ده زارع فيه الخضروات بتاع بقى الصيف اللي اتمنى يعني ان هي تبقى كويسه، وانا مغطيه علشان احميه من البرد. الغطا ده زي غطا قماش خفيف خالص، برضو ده ممكن تستخدمه عشان تحمي الزرع بتاعك من الافات ومن العصافير، بحيث انه يديك حمايه وفي نفس الوقت ما يموتش الزرعه بالحر يعني. فهو بصوا سهل زي القطن كده ممكن يتنفس منه النبات. كل ده فجل احمر زرعه من بذور، حتى ممكن تشوف راسه اهي احمر اهي شايفها في الارض، ده زرعه من البذور كله وبدا كله يطلع، وزي ما انتم شايفين في كثافه عاليه قوي. فانا بحاول دايما ان انا اشيل منه يعني، دايما بحاول افضي كل ما الاقي بذره صغيره بحاول اشيلها وبسيب القوي بس الكبير. ودي البطاطس والكرنبيط، طبعا كل دول اللي زرعناهم من البذور قبل كده، فاكرين البذور انا زارعها. الفراوله دي للناس بقى اللي متابعه يعني جولاتي من زمان قوي، ده كان عندي زرعه وزرعت منها الفراوله دي كلها يعني، هي واحده بس طلعت منها اتنين.
وبالعكس في واحده كمان فكده مطلع منها ثلاثة من نفس الزرع. انا السنه دي قلت مش هشتري زرع خالص، هستخدم البذور اللي عندي والزرع اللي موجود عندي. اهي الفراوله الثالثه اهي زي ما انتم شايفين، شكلها جميل قوي وطلع بشكل كويس، هنجربها السنه دي. السنه اللي فاتت كانت هي زرعه واحده وطلعت زي ما تقولوا ثمره طعمها مش حلو قوي، فانا قلت السنه دي هحاول اعمل منها تكاثر وبدات اكترها وهنشوف يعني هنشوف هتوصل معايا لغايه فين. وجنبها الناحيه دي طبعا كل الزرع بتاعي، دي ورده جميله جدا بس مش فاكر اسمها دلوقتي، بس اما تطلع هوريها لكم. استحملت فصل الشتاء وقع الورق بتاعها بس هتطلع تاني. والاصفر ده الهوشيره والاحمر ده اسمه هيبي، ده بقاله عندي دلوقتي اكتر من سنتين وبشكل رائع. دي اليوفوربيا، بصوا بقى الورد طلع بتاعها ازاي، هي اصلا بتطلع زهورها في الربيع بس الجميل في زهورها ان هي زهور لونها اخضر، يعني بصوا منظر الورد عامل ازاي، ده ورد، ده مش فروع شجر. هنا طبعا الويستيريا بتاعت زمان لو انتم متابعين طبعا بدأت هي خلاص قربت تطلع. هنكمل الجولة مع بعض بنباتات الظل. النباتات دي انا كنت جايبها لما كان في شجرة، فبصوا كنت جايب مختار الوان غريبة شوية زي ده لونه راستي كده زي لما يكون مصدي، دي فيرنز عادية. وده شكل الجنينة هو دلوقتي، ده الجنب اللي انا بحاول اهتم بيه، والكليماتس اهي بصوا منظرها، ورد بتاعها جميل جميل جميل. اتمنى تكون الجولة السريعة قوي دي وريتكم الجنينة بتاعتي دلوقتي في اول الربيع. الشهر ده انا مش هعمل حاجات كتيرة قوي قد ما انا هحاول احافظ بس على كل حاجة واشيل الورق الميت، وهتابع معاكم الزراعات البذور اللي احنا زرعناها. اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، اسألوني على اي نبات في الجنينة عايزين تعرفوا عنه اكتر، واشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير للفيديو. شكرا واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. مع السلامة.